عليكم ورحمه الله وبركاته. ازي حضراتكم عاملين؟ يا رب دايما تكونوا بخير ومعانا فيديو جديد وخبر جديد. بس يا ريت قبل ما نبدا خبرنا ما تنسوش نعمل لايك نشترك في القناه، وقبل ده كله نصلي على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. خبرنا النهارده بيتكلم عن نور الهدى، وبتقول انه أسوأ حاجه مرت بيها في 2023 وهو موت الراحل بوسامحه ربنا يرحمه، اثر فيها وغير فيها كتير. بموت بوسمح الله يرحمه وامي لاكم جوغ كي ماتوا تبدلوا بزاف صوالح في افكاري، بزاف صوالح شوكيت جوغ ما امنتش انا هذه الحاجه اللي شوكتني وقعدت لي شوك في 2023. يعني ما راكيش ما حاجتك تنسى ابدا. وبطبيعه الحال مع اخواننا غزه شراساري معاهم ثاني، هذه ثاني دونك 2023 صراو فيها احداث بزاف بزاف اللي ما حاجتش تنساو و امبوسيبل تنساو. أنا جميعا يا رب العالمين، ويرحمنا برحمته اللهم امين، ويرحم كل اللي ماتوا يا رب العالمين، وينصر اهل فلسطين. وشوف حضراتكم على خير في فيديو جديد وخبر جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.